عادي عادي. أنا اللي خدت النمرة وعزمته. أنا استأذني؟ أنا آسف، بس أنا أب. أنت أب، هو لأ. أنا عارف ومقدر الوجع اللي جواك. فعلاً مقدر؟ ومفيش علاج للوجع ده غير إنك تتصالحي معاه. لازم. علشان تحبي نفسك وجوزك وبعد كده أولادك. إحنا بني آدمين ولازم تعذري. لو ما قدرتش؟ اللي أعرفه عنك واللي حكاهولي سيف عنك يخليني أقول إنك تقدري تعملي أي حاجة. أول حد هيستفاد هو أنتي. هترتاحي. صدقيني. أنا متابعاك على الانستجرام وبعمل لك لايكات على كل شغلك. أنا أقول أنا شفتك فين قبل كده؟ بجد شغلي بيعجبك؟ أوي، ولا ما أكبر نفسي أكون زيك؟ حبيبة أختك. روحي. ما قدرتش ما أشوفكيش في اليوم دوت. لو وجودي مضايقك أنا ممكن أمشي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.